في كل عام عن العام الذي يليه في فقد في المساعدة تصل إلى 25%. هذا النقص بيشكل عبء كبير علينا كمفوضية سامة المتحدة لتقديم الخدمات اللاجئين، وعلى أردن كدولة تستضيف هذه الأزمة منذ 8 سنوات. بالتالي اليوم أصبح في أكثر تقديرا بأنه يجب أن تكون الخدمات المقدمة كافية. على سبيل المثال المساعدات الصحية أصبحت مختلفة اليوم، وذلك ضاعف الاحتياج إلى 3 إلى 4 أضعاف من الاحتياج الصحي حتى نتمكن من خدمة اللاجئين في المستشفيات في داخل الأردن. الشتاء هذا السنة أقسى من غيره. الأزمة صحيح أن الحدود فتحت، لكن ما زال هناك أكثر من 670 ألف لاجئ سوري موجودين في داخل الأردن هم بحاجة إلى مساعدات. Many times you are really at zero on the ground. For us,